أخبار اليوم. بعد الكلام الجميل اللي قالوه الزملاء والأساتذة الكبار يعني، لكن أنا عندي ثقة كبيرة جدا إن السياحة هترجع، ومصر طول عمرها بتمر بأزمات وبقوة شعبها والوطنيين والفنانين اللي في مصر بترجع أقوى من الأول، وده الأمل اللي عندي وعند كل المصريين. إحنا بنواجه الإرهاب ويعني زينا زي كل دول العالم، قدرنا إن إحنا بنعاقب على إن إحنا بنواجه الإرهاب، لكن قدرنا برضو إن إحنا نقف مع بلدنا ونواجه الإرهاب الكبير اللي بيصيبنا، وإن شاء الله مصر هتبقى أحسن من الأول. وتحيا مصر، تحيا مصر.